تعرفي ايه عن الست صبره اللي ربنا اداهولها؟ ثلاث اولاد نزول همم، يعني كبير عن 30 سنه وست ارمله بتخرج تشتغل اي حاجه، تحملت ما لا يتحمله البشر، تحدت الزمن يعني وتحت رجليهم وقويه وبتشتغل في كل في اي مجال. شلت بقى شيله ما بعدها شيله. احكي لي شلتيها ازاي؟ شلتها بكل ما فيها بقى، بتعب ومرض وعمليات وجراحه وتعب ليا وضغط ليا وجلطه ليا. انا معايا ثلاثه، واحد عنده صمام في القلب مش مظبوط، والتاني ما بيتكلمش اللي هو الاخير، ده بيتكلم ولا عارف حاجه ولا يعرف اي حاجه ولا يعرف مين ولا اي حد. يلا بيقع انت، انا عايزاكي ايه تساعديني اعمل الحاجات دي، مش هتساعدك بصراحه. الحاجه الحلوه دي راحة عشان الحاجة الحلوة. ساعديني يا صبرا من فضلك، واتجوز يوم. اي نعم، بس احنا ممكن ايه؟ ما تم يعني اي رياكشن، يعني اي فرحة، اي زغروطة، اي حاجة، اي حضن طيب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي مكنة الخياطة، وادي الاكواد اللي قماش اللي تقعد معانا وقت كبير جدا تشتغلي زي ما انت عايزه. سقفه كبيره بقى لماما.